هذا هو شارع الأطباء وسط الحلة، المركز الرئيس للعيادات الطبية الخاصة، وهذا حاله المزدحم مروريا طوال فترة دوام العيادات. يمنع الازدحام الخانق المرضى من الوصول إلى العيادات الطبية، متسببا في أضرار للحالات الحرجة منها، فضلا عن التأخر عن مواعيدهم مع الأطباء والمختبرات. دائرة المرور تؤكد صعوبة تخفيف الزحام بسبب ضيق الشوارع وقلة أماكن الوقوف وافتقار المنطقة إلى البنى التحتية، ما يصعب على رجال المرور تأدية واجبهم بتنظيم حركة السير. رجل المرور يشتغل بالبنية التحتية المفروض تكون جاهزة للعمل المروري، بالتالي البنية التحتية اللي ما تكفي عدد المتزايد من حركة السير والمرور اللي موجودة بالمنطقة تأثر على رجل المرور. احنا شنو الإجراء اللي ناخذه؟ ناخذ ان نزيد عدد الحقيقة رجال المرور اللي موجودين، وبالتالي حتى نقدر نحقق انسيابية معقولة حركة السير والمرور. طبعا احنا حركة السير والمرور باتجاه واحد، لان ما ممكن يكون باتجاهين، حتى نخرج السيارات الداخلة على الأطباء باتجاه شارع الري وشارع أبو القاسم. مرآب المنطقة الرسمي الوحيد لا يكفي لاستيعاب السيارات، أما الأهلية منها فترتفع أسعار وقوف السيارات فيها، فيما لا تمتلك بلدية الحلة أرضاً تخصصها لحل المشكلة. هي منطقة أغلبها تابع للأغيار، ما بها مساحات ممكن أنه ننشئ عليها جراج مخصص للآليات. الجراج الوحيد اللي موجود بالمنطقة تابع للبلدية هو الجراج المتعدد الطوابق، أما باقي المساحات فهي تابعة للأغيار. الحل الوحيد بحسب مختصين هو نقل العيادات الطبية الخاصة إلى أماكن مفتوحة في المدينة لتستوعب الكم الهائل من العيادات والبنايات والمرضى. من محافظة باب الحيدر الشلبي، يو تي في.